بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ النهاردة بإذن الله محاضرتنا بشابتر 2 اللي بيتكلم عن Thinking Like an Economist، يعني التفكير كرجل اقتصاد. التفكير كرجل اقتصاد، إزاي تفكر كرجل اقتصاد؟ طبعا احنا في الاقتصاد بنستخدم ما يسمى بالايكونوميك مودلز او النماذج الاقتصاديه، النماذج الاقتصاديه. طبعا المهندس عشان يبني مبنى معين لازم الاول بيرسمه. ليه بيرسمه؟ عشان يبقى فاهم توزيع الاحمال هيبقى شكله ازاي، يحط مثلا الاعمده يوزعها ازاي، مثلا الكاميرات يوزعها ازاي وما الى ذلك. فلما احنا بنيجي نصور الواقع او نبسط الواقع في شكل رسم بياني او في شكل فلو شارت او في شكل مجموعة من المعادلات، ده بيساعدنا ان احنا نفهم الواقع بشكل اكتر. ده بيساعدنا ان احنا نفهم الواقع بشكل ايه؟ بشكل اكتر. فبيقول لي ايكونومست، الاقتصاديون يوز مودلز، بيستخدموا النماذج to simplify. simplify يعني يبسط الرياليتي الواقع. in order to في سبيلهم improve our understanding، في سبيلهم في تحسين فهمنا of the world في للعالم. يعني الاقتصاديين بيستخدموا النماذج لتبسيط الواقع عشان نفهم العالم بشكل ايه؟ بشكل افضل. to improve عشان نحسن فهمنا our understanding of the world للعالم. تمام كده؟ يعني طبعا لما بنيجي نتكلم كلام نظري بس بحت كده ده بيبقى صعب فهمه. لما بنيجي نصور الكلام ده بشكل رسومات بيانية، شكل فلو شارت، في شكل معادلات رياضية، بيبقى سهل جدا ان احنا نفهم الموضوع ونحلله. في الاقتصاد او في مبادئ الاقتصاد اللي احنا بندرسها في نموذجين اتنين مهمين جدا لازم نبقى عارفينهم. بيقول لي two of the most basic economic models include، من اهم النماذج الاساسيه في الاقتصاد، نموذج اسمه circular flow diagram، ماشي، نموذج التدفق الدائري. circular يعني دائري، flow يعني تدفق، diagram اللي هو نموذج او شكل، شكل التدفق الدائري او نموذج التدفق الدائري. ده اول نموذج بنستخدمه، وبنستخدمه لفهم يعني بشكل عام كده آلية تبادل الادوار في الاقتصاد ما بين القطاع العائلي وما بين قطاع الاعمال زي ما هنشوف دلوقتي. النموذج الثاني اسمه البرودكشن بوسيبيليتيز فرونتير، يعني منحنى امكانات الانتاج او حدود امكانات الانتاج. تمام كده، له اكتر من تسميه بالعربي ولكن اشهرهم منحنى امكانات الانتاج. ولكن فرونتير هنا مش بمعنى كيرف، لكن فرونتير هنا بمعنى حد، يعني منحنى حدود الانتاج، لكن بتترجم بالعربي منحنى امكانيات الانتاج. يبقى برودكشن بوسيبيليتيز فرونتير. البرودكشن اللي هو الانتاج، بوسيبيليتيز اللي هي الامكانيات، والفرونتيرز اللي هي اول نموذج عندنا اللي هو السيركلر فلو دايجرام، نموذج التدفق الدائري. تعريفه بيقول لي ذا سيركلر فلو دايجرام، نموذج التدفق الدائري، از فيجوال موديل. فيجوال موديل يعني نموذج مرئي، فيجوال هنا يعني مرئي، اوف ذا ايكونومي، للاقتصاد، ذات شوز، اللي بيوضح هاو دولارز، ازاي الفلوس، مقصود بالدولار هنا الفلوس، فلو بتتدفق ثرو، من خلال الماركتس، من خلال الاسواق، among household and firms، بين الهاوسهولد اللي هم الافراد والفيرمز اللي هي الشركات اللي هو بنقصد بيها قطاع الاعمال، بنقصد بيها قطاع الايه؟ قطاع الاعمال. تاني بيقول لي The circular flow diagram، نموذج التدفق الدائري،
is a visual model هو نموذج مرئي of the economy للاقتصاد that shows اللي بيوضح how dollars ازاي الفلوس flow بتتدفق through markets من خلال الاسواق among households and firms ما بين الافراد وما بين الايه وما بين الشركات. ده نموذج التدفق الداخلي. ده نموذج التدفق الداخلي له اربع اركان، واحد اثنين ثلاثة اربعة، له ايه؟ اربع اركان بيربطهم تو لودز او دايرتين اثنين. هتلاقوا دايرة في الداخل كده بالشكل الاحمر الاسهم الحمراء دي، ودايرة في الخارج بالشكل الايه او باللون الاخضر. الدايرة اللي في الخارج دي شايفينها؟ طيب وهنلاقي في تو ماركتس هنا، في سوقين. السوق الاولاني اللي هو ماركتس ايه؟ فور جودز اند سيرفيسز، ده سوق السلع والخدمات، السوق اللي احنا بنروح نشتري منه السلع والخدمات، تمام كده؟ ده السوق اللي كلنا عارفينه، تمام؟ طيب السوق اللي تحت بيقول لي ماركتس فور فاكتورز اوف برودكشن، ده سوق عناصر الايه؟ سوق عناصر الانتاج. سوق عناصر الايه؟ الانتاج. وعندي هنا قطاعين اتنين، الهاوس هولدز اللي هو احنا الافراد، تمام؟ والفيرمز اللي هي قطاع الاعمال اللي هي الشركات، تمام كده؟ مبدئيا مبدئيا الشركات دي، الشركات دي مين اللي بينشئها؟ اكيد الافراد. بينشئوها ازاي؟ بيمدوا الشركات بعناصر الانتاج اللازمه للقيام بالانتاج. يعني الافراد بيجوا يجمعوا الليبر العمل واللاند الموارد الطبيعيه والكابيتال اللي هو راس المال، ويدوه للشركات في شكل ايه؟ شكل عناصر انتاج، شكل ايه؟ عناصر انتاج. فالشركات تنتج سلع وايه؟ وخدمات، ياخدها الافراد للاستهلاك، تمام؟ بس العمليه ما بتتمش بالشكل المبسط ده. ازاي ما بتتمش بالشكل المبسط ده؟ لان طبعا حضرتك لما بتيجي تاخد سلع اكيد بتدفع في مقابلها فلوس، ما بتاخدش السلع ديت مجاني. فاللي بيحصل كالاتي، عندي هنا الافراد بيجوا يدوا للشركات عناصر الانتاج اللي هي الليبر واللاند والكابيتال، بان هم يبيعوا لها العناصر دي في ايه؟ في سوق عناصر الانتاج، وياخدوا المقابل في شكل انكم او في شكل دخل. الليبر بياخد ويج، بياخد اجر، اللاند بياخد رنت او ريع، والكابيتال بياخد بروفيت، تمام كده؟ فيبقى دلوقتي اول عمليه بتتم عندنا بتتم فين؟ في سوق عناصر الانتاج، ان الهاوس هولد بيبيع عناصر الانتاج لمين؟ للفيرمز، وياخد ايه؟ وياخد انج. تاني يبقى في اول معامله بتتم عندنا في سوق ايه؟ في سوق عناصر الانتاج، ان الهاوس هولد بيبيعوا ايه؟ عناصر الانتاج بتاعتهم لمين؟ للفيرمز، وياخدوا ايه؟ وياخدوا انكم، ياخدوا داخل. طب الانكم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث اجزاء، هو المفروض طبعا بيبقى اربعه بس هنا في الكتاب مبسطه شويه. الليبر بياخد ويج، والله الارض او العنصر العناصر الطبيعيه او الموارد الطبيعيه بياخد رنت اسمها ريع، والباقي ده بيبقى عباره عن بروفيت، تمام كده؟ طيب ده من ناحيه الماركت اوف فاكتور اوف برودكشن. طيب الشركات دلوقتي لما اشترت عناصر الانتاج ودفعت فلوس، اشترت عناصر الانتاج ودفعت ايه؟ فلوس، هتعمل ايه؟ هتنتج. طالما لما تنتج تعمل ايه؟ هتنتج سلع وخدمات، تبيعها وتاخد ريفينيو، تاخد ايه؟ ريفينيو، ايراد.
يبقى الفلوس اللي الشركة دفعتها هنا عوضتها فين؟ في الريفينيو هنا. تمام؟ الفلوس اللي الشركة دفعتها هنا جابتها منين؟ من الريفينيو هنا. تمام؟ طيب لما بتبيع السلع والخدمات دي بتبيعها لمين؟ بتبيعها للأفراد، بياخدوا السلع والخدمات دي في مقابلها بيعملوا ايه؟ بيعملوا انفاق spending. بيعملوا ايه؟ انفاق spending، انفاق. تمام؟ طب جابوا الفلوس بتاعت الانفاق دي منين؟ من الانكم اللي الفيرمز ادتهم. لا، يعني الشركات دفعت انكم، الانكم ده اتعمل في ايه؟ بشكل spending. فلو احنا جينا بصينا هنلاقي ان العمليه عامله زي الدوره الدمويه في جسم الانسان. تمام؟ الفيرمز بتضخ فلوس، ما بتضخش بقى دم هنا، بتضخ فلوس تروح للهاوس هولد بشكل انكم، الهاوس هولد يعمل بيها سبندنج على السلع والخدمات اللي بتنتجها الفيرمز، وترجع للفيرمز تاني بشكل ايه؟ بشكل ريفينيو. او بالعربي كده الشركات بتدفع فلوس، الفلوس ديت بتدخل للافراد بشكل دخل، مرتبات، ريع، ارباح، توزيعات ارباح، الكلام ده كله. الافراد بيعملوا بيها ايه؟ احنا لما بناخد فلوس بنعمل بيها ايه؟ بنعمل سبندنج، بنعمل انفاق، نشتري سلع، نشتري خدمات. طب الفلوس بتاعت الانفاق دي بتروح فين؟ ترجع تاني للفيرمز بشكل ايراد، بشكل ايه؟ ريفينيو او ايه؟ او ايراد، وهكذا. فعندنا الانر لوب في الجزء الداخلي هنا، الافراد بيدوا عناصر الانتاج للشركات، والشركات بتنتج بيها سلع وتديها لمين؟ للافراد. تاني في الانر لوب او في الشكل الداخلي هنلاقي ان الافراد بيدوا عناصر الانتاج للشركات، والشركات تنتج بيها سلع وتديها لمين؟ للافراد. طيب في الاوتر لوب في الجزء الخارجي الشركات تدي انكم لمين؟ للافراد. شركات تدي انكم او دخل لمين؟ للافراد. الانكم ده الافراد هيعملوا بيه ايه؟ هيعملوا بيه سبندنج، انفاق. يعني هيشتروا، هيدفعوا فلوس، الفلوس دي تروح لمين؟ تروح للشركات في شكل ايرادات، في شكل ريفينيو، وهكذا. النموذج ده بنسميه نموذج سيركلر فلو دايجرام او نموذج التدفق الدائري، وبيوضح ازاي الفلوس وعناصر الانتاج والسلع بتدور ما بين قطاع الاعمال اللي هو الفيرمز الشركات، وما بين الهاوس هولد اللي هم الايه؟ اللي هم الافراد. تمام؟ الشكل قدامنا اهو، نبص فيه ونفهم الاوتر لوب والانر لوب بيتم التبادل ما بينهم ازاي، او الدوره بتاعه السلع والدوره بتاعه الفلوس بتتم ازاي. تمام كده؟ فبيقول لي our model the circular flow diagram. في طبعا الفيرمز وفي الايه؟ الهاوس هولد. الفيرمز بتعمل ايه؟ الفيرمز بروديوس، بتنتج اند سيل وتبيع الجودز اند سيرفيسز، السلع والايه؟ الخدمات. في نفس الوقت برضه الفيرمز هاير، بتأجر. هاير هنا يعني ايه؟ بتأجر. اند يوز، وتستخدم الفاكتورز اوف برودكشن، عناصر الانتاج، اللي هي ايه عناصر الانتاج؟ العمل وراس المال واللاند اللي هي الموارد الطبيعيه. طب الهاوس هولدز بيعملوا ايه؟ بيبيعوا باي، اسف، بيشتروا باي اند كونسيوم، ويستهلكوا الجودز اند سيرفيسز، السلع والخدمات. باي بيشتروا، وكونسيوم يعني بيستهلكوا السلع والخدمات. طيب بيعملوا ايه بقى تاني؟ اون، بيملكوا اند سيل، وبيبيعوا الفاكتورز اوف برودكشن. يبقى الفيرمز بتعمل ايه؟ بتنتج وبتبيع السلع والخدمات، وبتأجر عناصر الانتاج. بتنتج وبتبيع السلع والخدمات، وبتأجر ايه؟ عناصر الانتاج. بينما الهاوس هولدز الافراد بيشتروا
ويستهلكوا السلع والخدمات اللي انتجتها الشركات، وبيملكوا ويبيعوا عناصر الانتاج اللي بتأجرهم مين؟ الشركات. يبقى في دور تبادلي او في ماتشوال انترديبندنس ما بين الفيرمز الشركات او قطاع الاعمال وما بين الهاوس هولد اللي هو الايه؟ قطاع الافراد او قطاع العام. عندنا تو ماركتس، عندنا سوقين، الماركتس اوف جودز اند سيرفيسز، اسواق السلع والخدمات او سوق السلع والخدمات اللي بيتباع فيه ايه؟ سلع وخدمات. مين اللي بيبيع؟ شركات، فيرم السيل. الهاوس هولد بيعمل ايه؟ بيشتري. احنا بنشتري سلع وخدمات، احنا كافراد بنشتري السلع والخدمات دي وبنستهلكها. طيب في سوق تاني او في اسواق تانيه اللي هو الماركت فور فاكتور اوف برودكشن، سوق عناصر الانتاج او اسواق عناصر الانتاج. بيتباع فيه ايه؟ بيتباع فيه عناصر الانتاج. بيتباع فيه ايه؟ بيتباع فيه عناصر الانتاج. مين اللي بيبيعها؟ الهاوس هولد. ومين اللي بيشتريها؟ الفرد. يبقى مين اللي بيبيع عناصر الانتاج؟ الهاوس هولد. مين اللي بيشتريها؟ الفرد. يبقى الهاوس هولد سيل والفيرمز ايه؟ بار. الفاكتور برودكشنز او عناصر الانتاج ديت الانبوتس المدخلات اللي بتستخدم يوزد تو برودوس جود اند سيرفيس، اللي بتستخدم في انتاج الايه؟ الجودز اند سيرفيس، السلع والخدمات. اللي هي ايه يا جماعه؟ اللاند والليبر والكابيتال. دول اهم ثلاث عناصر انتاج عندنا. طبعا يعني الى حد ما للتبسيط بنعتمد على الثلاث عناصر دول. اللاند تعني الموارد الطبيعيه. يعني الارض بنقصد بها بالاقتصاد جميع الموارد الطبيعيه، لان جميع الموارد الطبيعيه اللي هنلاقيها لا فوق الارض لا في باطن الارض، من مثلا حديد ومنجنيز وفوسفات وبترول وغاز طبيعي، او مثلا فوق الارض من نباتات ومناظر طبيعيه واخشاب ومثلا رمال، كل الموارد الطبيعيه بتيجي منين؟ بتيجي من الارض. عشان كده بنسميها لاند. الناتشرال ريسورسز بنسميها ايه؟ بنسميها اللاند. الليبر مقصود بيها طبعا عنصر العمل. مفيش انتاج هيتم من غير عماله. تمام؟ والعماله بتستخدم ايه؟ بتستخدم الكابيتال اللي هو راس المال. يبقى اول نموذج عندي احنا اتكلمنا عنه اللي هو نموذج السيركلر فلو دايجرام او نموذج الايه؟ التدفق الدائري. ثاني نموذج معانا هو نموذج البرودكشن بوسيبيليتيز فرونتير او نموذج امكانيات الانتاج او نموذج حدود الانتاج. تمام؟ يبقى اور سكند موديل، نموذجنا الثاني The Production Possibilities Frontier أو نموذج إمكانيات الإنتاج. The Production Possibilities Frontier نموذج إمكانيات الإنتاج is a graph، هو شكل بياني that shows، اللي بيوضح the combinations، التوليفات of output، من الناتج that the economy كان possibly produce، اللي ممكن يستخدمها الاقتصاد في انتاج given the available factor of production and the available production technology، بفرض ثبات عناصر الانتاج المتاحة وثبات التكنولوجيا المتاحة. تاني يبقى the production possibility frontier، منحنى امكانيات الانتاج، بنختصره BBF. ده جراف، ده شكل بيوضح الكومبينيشنز، التوليفات من المنتجات، الاوتبوت ده الناتج اللي هو او المنتجات اللي ممكن الاقتصاد ينتجها باستخدام عناصر الانتاج المتاحه لديه والتكنولوجيا المتاحه لديه. تاني البرودكشن بوسيبيليتي فرونتير، منحنى امكانيات الانتاج، ده شكل جراف هنا، يعني شكل بيوضح الكومبينيشنز، التوليفات من المنتجات اللي ممكن الاقتصاد ينتجها باستخدام عناصر الانتاج المتاحة والتكنولوجيا المتاحة. ازاي الكلام ده؟ طبعا شيء طبيعي ان انا لو عندي قطعة ارض، عندي حتة ارض مثلا 50 فدان، لو انا زرعتها كلها قمح يبقى مش هزرع مثلا ذرة، لو انا زرعتها كلها ذره يبقى مش هزرع ايه؟ قمح.
لو انا زرعت قمح كتير يبقى هزرع ذره قليل، لو انا زرعت ذره كتير يبقى هزرع قمح قليل، صح؟ هكذا برضو في الانتاج. انا لو عندي دلوقتي كميه من الكمبيوتر بنتجها وكميه من الكارز، يعني لنتج كمبيوتر لنتج ايه؟ عربيات. لنتج كمبيوتر لنتج عربيات. اللي هيحصل كالاتي، ان انا لو زودت انتاج الكمبيوتر ووجهت كل عناصر الانتاج للكمبيوتر، انتاج العربيات ايه اللي بيجرى له؟ بيقل. طب لو وجهت كل الانتاج للعربيات هنتج الكمبيوتر بشكل ايه؟ بشكل اقل. مثلا انا لو وجهت كل عناصر الانتاج اللي عندي لانتاج الكارز، يبقى انا هنتج كام من الكارز؟ 1000. وانتج من الكمبيوتر كام؟ 0. بينما لو انا عملت النقيض ووجهت كل انتاجي لانتاج الكمبيوتر، هنتج كام من الكمبيوتر؟ 3000. وكام من الكارز؟ 0. ممكن ان انا اخد النقط A و C مثلا، انتج شويه من الكارز مثلا 700، وانتج من الكمبيوتر كام؟ 2200. انتج من الكارز كام؟ 700، وانتج من الكمبيوتر كام؟ 2200. او ممكن ان انا اقلل من الكارز شويه، اخليها 600 بدل 700، في مقابل ان انا ازود ايه في الكمبيوتر، اخليه كام؟ اخليه 2200. تمام؟ يبقى لنتج 700 من الكارز، لنتج 700 من الكارز، لنتج 700 من الكارز و2000 من الكمبيوتر، لقلل الكارز شويه خليها 600، وانتج من الكمبيوتر كام؟ 2200. تمام؟ فده اللي بيوضحه البرودكشن بوسيبيليتي فرونتير، او ده اللي بيوضحه منحنى امكانيات الانتاج. ان انا عشان انتج من سلعه اكتر لازم انتج من السلعه الثانيه ايه؟ اقل. عشان انتج من السلعه اكتر لازم انتج من السلعه الثانيه اقل. طيب هل ممكن انتج 300 من الكارز و1000 من الكمبيوتر؟ ممكن. بس في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ في الحالة دي انا هنا عندي ايدل ريسورس، عندي موارد عطل، لان اللي يخليني انتج عند البي 300 من الكارز و1000 من الكمبيوتر، طب ما انا ممكن انتج عند الاي كميات اكبر من الكارز وكميات اكبر من الكمبيوتر. فمعنى ان انا بنتج عند البي كميات اقل من الكارز والكمبيوتر، بينما انا ممكن انتج عند الاي كميات اكبر من الكارز ومن الكمبيوتر، يبقى انا هنا عندي ايه؟ عندي ايدل ريسورس. يبقى انا لما بنتج عند الاي والسي انا هنا بحقق الافشنسي، اقصى ناتج ممكن. بينما لو بنتج عند البي يبقى انا عندي ايه؟ دي بنسميها inefficient point، او نقطة ما بتحققش الكفاءة. ليه ما بتحققش الكفاءة؟ لان ممكن انتج اكتر. يعني ما دام انا بنتج هنا، ما انا ممكن اطلع على الكيرف نفسه وانتج هنا، وبالتالي البي هنا دي نقطة ما بتحققش الكفاءة، فبنسميها inefficient point. وبنقول ان هنا في عندي ايدي ريسورس، في عندي موارد عطل. طب الدي، لا مش احنا قلنا ان ده الفرونتير او ده الحدود بتاعتي، دي حدود الانتاج، الخط الازرق ده، اي نقطه بره حدود الانتاج تعتبر ايه؟ تعتبر impossible combination، او توليفه مستحيل انتاج. توليفه ايه؟ مستحيل انتاج. تمام؟ نرسم الرسمه دي عندنا بالارقام دي، ونقول الاي والبي والسي والدي عشان في شرح بعدي. فبيقول لي هنا the concept illustrated by the production possibilities frontier. الكونسبت او المفاهيم
اللي بيوضحها لنا البرودكشن بوسيبيليتيز فرونتير. اول مفهوم عندي الافشنسي ازاي، مش انا هنا كنت بقول النقطه بي ما بتحققش الافشنسي بينما الاي والسي بيحققوها، فطالما انت بتنتج على البرودكشن بوسيبيليتي فرونتير انت بتحقق الافشنسي. طيب اسف، تاني نقطه التريد اوف المبادله، انك انت عشان تنتج اكتر من سلعه لازم تنتج اقل منين؟ من سلعه تانيه اهو، عشان ان انا اتنقل من الاي للسي انا كده بقلل من الكارز وبزود منين؟ من الكمبيوتر، يعني من الاي للسي انا طالع كده من الكارز ناحيه الايه؟ الكمبيوتر، بقلل من الكارز وبزود من الكمبيوتر. ثالث كونسبت الاوبورتيونيتي كوست، تكلفه الفرصه البديله. تكلفه الايه؟ الفرصه البديله ازاي؟ بص معايا هنا، من الاي للسي العربيات قلت بكام؟ من 700 لكام؟ ل 600، يعني قلت بكام؟ ب 100. الكمبيوترز زاد بكام؟ من 2000 ل 2200 زاد ب 200. يعني معنى كده ان انا عشان ازود الكمبيوتر ب 200 تكلفه الفرصه البديله كانت ايه؟ ان انا قللت العربيات بكام؟ ب 100. عشان ازود الكمبيوتر ب 200 انا قللت العربيات بكام؟ ب 100. طب لو هتنقل من السي للاي هقلل الكمبيوتر بكام؟ من 2200 ل 200 من السي للاي، وازود العربيات من كام؟ من 600 لكام؟ ل 700. تمام؟ يبقى انا دلوقتي تكلفه ان انا ازود انتاج العربيات ب 100 عربيه، ان انا اقلل انتاج الكمبيوتر بكام؟ ب 200 كمبيوتر. دي الاوبورتيونيتي كوست. يبقى الاوبورتيونيتي كوست ل 200 كمبيوتر هي 100 عربيه، او الاوبورتيونيتي كوست لل 100 عربيه هم الكام؟ هم ال 200 كمبيوتر، لانك لا تزود الانتاج ب 100 عربيه لا تزود الانتاج ب 200 كمبيوتر. تمام؟ المفهوم الثالث اللي هو الايكونوميك جروث او النمو الاقتصادي. الايكونوميك جروث او الايه؟ او النمو الاقتصادي. ايه هو النمو الاقتصادي؟ لو انا عاوز انتج المزيد من العربيات والمزيد من الكمبيوتر لازم المنحنى ده يروح فين؟ لازم المنحنى ده يطلع بره، هنا يطلع لبره، يطلع لبره، يطلع لبره، او حدود امكانيات انتاجك تزيد، او امكانيات انتاجك تزيد، ده اسمه ايكونوميك جروث او نمو اقتصادي، يعني نمو الطاقات الانتاجيه الموجوده عندك، الطاقات الانتاجيه اللي جرى لها تنمو، ده اسمه الايكونوميك جروث او النمو الاقتصادي. تمام؟ طيب يبقى ده المفهوم الثاني. الايكونوميك جروث يحصل ازاي؟ يحصل ان البرودكشن بوسيبيليتي فرونتير يحصل فيه شيفت. شيفت يعني ايه؟ ازاحه، اتنقل لبره. مثلا حصل تطور في التكنولوجيا لانتاج الكمبيوتر، كان الماكسيمم اللي اقدر انتجه من الكمبيوتر كام؟ 3000، بقى دلوقتي كام؟ ب 4000. ده اسمه ايكونوميك جروث. تمام كده؟ فالايكونوميك جروث ان يحصل عندي شيفتنج لبره. شيفتنج ده ممكن ان انا الكمبيوتر عندي بس اللي يزيد، او ان الكارز مثلا هي اللي تزيد، ان المنحنى ده كده. يتنقل لبره. تمام؟ يعني مثلا كان عندي مثلا اقدر انتج 700 من الكارز و2000 من الكمبيوتر عند النقطة A، لما حصل نمو اقتصادي بقيت اقدر انتج 750 من الكارد و2100 من الكمبيوتر. تمام؟ عندنا في نهاية الشابتر بنبدأ نفرق ما بين فرعين مهمين جدا من الاقتصاد، المايكرو ايكونومكس او الاقتصاد الجزئي، والماكرو ايكونومكس او الاقتصاد الكلي. مايكرو يعني حاجه صغيره. تمام؟ ماكرو اللي هي الشيء الكبير. تمام؟ فالمايكرو ايكونومكس او الاقتصاد الجزئي ده اللي بيهتم، يقول لي فوكسز، بيركز اون ذا انديفيدوال بارتس، على الاجزاء الفرديه اوف ذا ايكونومي في الاقتصاد. يعني بيدرس سلوك فرد مثلا او شركه. تمام كده؟
يعني بيقول لي هاو هاوس هولدز، ازاي الافراد اند فيرمز والشركات ميك ديسيجن. خلي بالكم الافراد والشركات كلنا على حده، يعني الفرد لوحده ازاي بيشتري، ازاي بيبيع، ازاي بيمتنع عن الشراء، ازاي بيدخر. الشركات ازاي الشركه بتاجر عمال، ازاي الشركه بتسعر السلعه بتاعتها، ازاي الشركه بتحدد كميه الانتاج وما الى ذلك. ميك ديسيجن، بيصنع القرارات، اند هاو ذي انتراكت، وازاي بيتفاعلوا ان ذا سبيسيفيك ماركتس، في السوق المحدد او في الاسواق المحدده. بينما الماكرو ايكونومكس ده اللي بيدرس الاقتصاد ككل، بيقول لي لوكس بينظر اد ايكونومي، بينظر لاقتصاد الدوله از هول ككل، كايه ككل. ايكونومي وايد فينومينا، بيدرس الظواهر الاقتصاديه الكليه زي ايه، انكلودنج انفليشن، زي التضخم، الانمبلويمنت، البطاله، ان ايكونوميك جروث، والنمو الاقتصادي. تمام. في دراستنا للاقتصاد بنستخدم البوزيتيف ستيتمنتس والنورماتيف ستيتمنتس. البوزيتيف ستيتمنتس والنورماتيف ستيتمنتس. البوزيتيف ستيتمنت اللي هي الجمله التقريريه، يعني بتقر بواقع، بينما النورماتيف ستيتمنتس اللي هي الجمله الايه، المعياريه. ايه الفرق ما بين التقرير والمعيار، او ايه الفرق ما بين الجمله التقريريه والجمله المعياريه؟ لما انا اقول لك اكتب لي تقرير عن مثلا تقديرات الفرقه الاولى، هنا انت ما بتستخدمش رايك الشخصي، انت هنا بتوصف الواقع كما هو، تقول لي كذا واحد جاب امتياز، كذا واحد جاب جيد، كذا واحد جاب مقبول، كذا واحد راصد وما الى ذلك. انت ما بتقولش رايك، بتقر واقع فقط. فالبوزيتيف ستيتمنت ار ستيتمنتس، هي جمل ذات اتمت تو ديسكرايب، بتوصف الواقع كما هو، توصف الواقع ايه كما هو، كولد ديسكريبتيف اناليسيس، او بتسمى بالتحليل الوصفي، انك انت بتوصف الواقع. تمام كده. بينما النورماتيف ستيتمنتس انت هنا بتقول رايك، ان بعد ما حضرتك عملت التقرير تقول لي والله مستوى الفرقه الاولى ضعيف مثلا في الاقتصاد، لان تقديراتهم في الاقتصاد ضعيفه، هنا انت بتقول رايك، فدي بنسميها جمله معياريه، لانك بتحط هنا معايير. فالنورماتيف ستيتمنت او الجمل المعياريه ار ستيتمنت، دي جمل اباوت هاو ذا وورلد شود بي، عما يجب ان يكون عليه الايه، العالم. انت بتقول ما يجب ان يكون، بينما في البوزيتيف ستيتمنت انت بتقول ما يكون فعلا او ما هو كائن فعلا. فالبوزيتيف ستيتمنت دي جمله بتوصف الواقع، بينما النورماتيف ستيتمنت دي جمله بتقول ما يجب ان يكون عليه الواقع، بيقول لي كول بريسكريبتيف اناليسيس، او تحليل معياري، يعني بنقارن الواقع بالمعايير اللي موجوده عندنا. ونكمل المحاضره الجايه ان شاء الله.